الحمد لله على نعم الله، اشكر الله على ما أنعم، وإن الله عز وجل يحب أن يحمد. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله عز وجل يحب أن يحمد. أي الحمد أبلغ وأي الحمد أعظم؟ كلمة الحمد لله كلمة هائلة عظيمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بحديث، الحديث رواه ابن ماجه رضي الله عنه، قال: إن عبدا من عباد الله. هذا الحديث اكتبوه مشان تحفظوه. إن عبدا من عباد الله عز وجل قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فعضلت بالملكين، الملكين اللي عم يكتبوا الحسنات ما عاد عرفوا شو بدهم يكتبوا، فلم يدريا كيف يكتبانها. فصعدا إلى السماء وقالا: يا ربنا، إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. جلال وجهك شلون بدها تنكتب؟ ولعظيم سلطانك شلون بدها تنكتب؟ قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب، إنه قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فقال الله عز وجل لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. اكتبوها أنتوا سجلوها مثل ما حكاها، لما بيجي أنا بعمل كافي. جل جلال الله، إذا كان الله بده يكافيك على هالكلمة، مكافأة العظيم شو بتكون؟ مكافأة العظيم بتكون صغيرة؟ العظيم يعطي على عظمته، فإذا العظيم بده يحاسبك عليها، الله أكبر. فلذلك الحمد الذي يجب على الإنسان على كل نعمة أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحن منزيد: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هكذا النبي أخبرها، قالها: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء علي أنت كما أثنيت على نفسك. فالملائكة ما عرفوا يكتبوا، شو بدهم يكتبوها؟ ما عرفت الملائكة أن يكتبوا هذه الكلمة. فإذا الحمد لله، الحمد لله أمر عظيم، لو لم يعمل الإنسان إلا الحمد لكفاه يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. لما الإنسان بده يدعي لا يقبل الدعاء إذا لم يحمد الله. دعاء لا يرفع إذا ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على سيدنا محمد لا يرفع الدعاء، لابد من الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرفع الدعاء إلى الله. أنا واحد رفع يدي الله مغفر لي وارحمني وتب علي، الله الله دعاء ما بيرفع. دعاء له أول في بسم الله والحمد لله والصلاة على سيدنا رسول الله، ثم تدعو وفي آخر الدعاء تختمه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكلمة آمين. إذا لم يكن هذا فالدعاء لا يرفع. كلمة آمين كالختم على الكتاب، إذا كتبت المضبطة وما مضيتها وما ختمتها ما مقبولة. فلذلك لابد للإنسان إذا كان أراد الدعاء أن يبدأ ببسم الله، لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ به ببسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجزم، شك الراوي. فإذا كان ما بدت ببسم الله ما لا يرفع الدعاء. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم اغفر لي وارحمني، فليكون الدعاء مقبول. وتختم بكلمة آمين.